السلام عليكم متبع الكرام. صافي الأسطورة ديال المنتخب الهولندي اللاعب فارنر فار اللي لعب مع فرق عالمية وكبيرة بحال ريال مدريد، بحال توتنهام، بحال أياكس أمستردام اللي بدأ معاهم كرة القدم عام 2000 في الأكاديمية ديالهم، لاعب عنده الاسم ديالو ولاعب سابق عن يعني تعريف أغلبية يكون عارفه، قال كلمة مهمة فجرها بخصوص المستقبل ديال حكيم زياش وقال باللي دار أكبر غلط ليه ملي مشى لتشيلسي. المهم نعطيكم شنو قال تصريحات القناة زيغو سبور حيث صرح بهاد الكلمات. بالنظر إلى الوراء الأمر سهل، لكنني أعتقد أن الانتقال إلى تشيلسي كان اختيارا خاطئا. آمل أن يزدهر بشكل كامل، لكن إذ كان قد ذهب إلى توتنهام على سبيل المثال، يعني كان بغاه يمشي لتوتنهام حسن لي، بحيث قال إنهم يفتقدون لاعبا مثله على توتنهام. لقد لعب جيدا في أياكس أمستردام وفعل الشيء نفسه ضد توتنهام في الماتش اللي لعب ضده، عليك اصطحابه معك فقط، يعني خاص توتنهام جيب حد اللاعبين أو لكم شلاء. وقال أيضا مع مثل هذا اللاعب زياش توتنهام كان سينافس على اللقب وهم ليسوا كذلك الآن، لأن لديهم جميعا نفس النوع من اللاعبين. كان من المؤسف أنه ذهب إلى تشيلسي وهذه المباراة ليست رائعة بعد ماتش الأخر. يعني كملخص بالدارجة شنو قال من الأخر، دار غلط من مشى لتشيلسي وقال بلي توتنهام هو المكان الأفضل ليه حيت اللاعبين تقريبا مشابهين، ما كاينش لاعب مبدع فيهم. يعني كون مشى زياش اليوم كان يعطي واحد إبداع وواحد السحر على مستوى الفريق اللندني. يعني كما شفتوا الخوت العالم كامل فجر غلط كبير دارو زياش من جهه تشيلسي، خصوصا من اللي جا توخيل المدرب لومبارد ملي كان واللي بغى يجيبو كان مخلي يلعب بالحريه ديالو وداك الشيء تالق في البدايه ديالو مع تشيلسي، لكن توخيل حطمو خصوصا في العام الاول من اللي جا بحيث ما لعبوش بزاف اللاعب فقد الثقه. للاسف هادشي طار عليه، كنتمنوا غادر في اقرب وقت وكنتمنى يمشي للميلان حيت غادي يناسبه بشكل كبير وبيولي باغيه بشده. هذا ما كان خوت، اجبلكم شنو قال اسطوره هولندا فاندرفات على حكيم زياش. هذا ما كان وتهلاو لي.